يابا السلام عليكم. هسه احنا بشارع الهادي، هذا معرض الشعب بشارع الهادي، راح نعرف الاسعار بابواب الخشب وابواب الشغلات هاي مال التركيه والشغلات هاي الحلوه، يعني وايد جماعه وصوني. هسه هاي شنو هاي؟ هذا بي بي سي. هذا بي بي سي، باب بي بي سي مال حمامات. هذا هاي شلون سعره؟ سعره 150,000. 150,000، زين. عندك هذا شلون هذا؟ داخليات مال بيبان، يعني مال غرف. ها داخليات مال بيبان، هاي على ايش قد؟ هاي على 200 دولار. على 200 دولار يعني ورقتين. ايه. باعوهن؟ هذا هم نفس اللون؟ نفس السعر. نفس السعر بس لون ابيض. ايه. النقشه مالته تختلف. هذا نفس السعر. نفس السعر. موديلات هاي طبعا كل واحد وموديله باعو. هسه راح اعطيكم تليفونه وتوصيل. هذا شلون سعره؟ هذا 125 دولار. 125 دولار، هذا هم داخلي؟ داخلي. شنو نوعيته هذا؟ هذا مال اربيل. مال اربيل. هذا شنو هذا الباب؟ هذا باب مطبخ. باب مطبخ؟ اي. شلون سعره هذا؟ هذا سعره 400 دولار. 400 دولار. هذا شنو نوعيته؟ هذا متر مترين واربع. لا يعني صناعته تركي. تركي. اه تركي. هذين شلون اسعارهم؟ هذين على 450 550 450 550 دولار. هاي ابواب مال الخارجيه مال الباب؟ خارجي. خارجي هذا بيقفاله وهاي شغلات. ايه. تركي؟ تركي. هذا القفل فوق وهذا قفل جوا. هنا اربعه وهنا اربعه. هذا شلون سعره؟ 550 دولار. هذا مال خارجي، ابواب خارجي. هذا ينفع للشقق لو بس البيوت؟ شقق بيوت عادي. هاي موديلات. الموديل الثاني هذا باب مطبخ بيش قلت؟ هذا 500 دولار. 500 دولار خمسة اوراق. وهذا سبعة اوراق. هذا خارجي، باب خارجي. هذا موديل همينة نفسه سعر؟ نفس السعر. هذا موديل الثاني. قياسات اكو هواية يعني اشكال. كل اللي تريدوه موجود قياسات. ها شلون سعره قياسه؟ هذا العرض 14. عرض؟ 14. سنتيم. السمك مالته انجونوس. طول مالته 4. 4 طول. القطعة مالته ب 25,000. 25,000. هذا كذلك، هذا 9 سنتيم. ايه. هذا الانجونوس. انجونوس طول متر 244 واكو طول من عنده طول 4. هذاك سعر 13، هذا سعر 8. هذا بالسنتيم. ايه. هذا بالانج. ايه. في 9 من صفر طول 4 قطعه مالته ب 6000. هذا سعر سنتيم يعني السمك. ايه. العرض 9 المصفه الالماني اكو طول متر 2.5 واكو طول 3 واكو طول 4. طول 4 ب 7 طول 3 ب 5 وهذا قطعة مالته ب 4000 طول متر 2.5. هذا يصحوا له 3 ب 3 يعني 7 سنتيم مربع طول مالته 3 واكو طول 4. هذا القطعة مالته ب 12000 واكو طول 4 ب 16000. نجي هنا او اس بي يستخدمونه مال مطابخ مال صيدليات باترينات يعني. القطعة مالته ب 33000. اكو معاكس، معاكس روماني واكو صيني واكو اندلوسي. هذا القطعة مالته ب 13000 واكو ب 20000 واكو ب 5000. السمك مالته اكو 5 سنتيم اكو 8 سنتيم واكو 4 سنتيم. تعال تعال تعال. هذا البلوك، هذا يسعره بلوك صاف. يستخدمونه مال شرابي مال تغليف قواطع بين غرفه وغرفه. هاي القطعه مالته ب 33. اكو معاك الساج يستخدمونها كبس غرف مال نوم او غير امور. هاي القطعه مالته ب 25 واكو ب 13 واكو حسب النوعيه مالته. بلوك همين اصاب بس ذاك 18 هذا 16. ايه. هذا القطعه مالته ب 24. هذا ضد المي؟ ضد المي. اي. اكو بلوك اكو خشب. هذا مصفي. المصفي الروسي
هذا العرض مالته 18، السمك مالته سنتيمين. اكو انواع بالخشب طول. يعني الطول اكو مترين ونص، اكو طول 3 واكو طول 4. هسه هذا ايش قد؟ هذا طول مترين ونص. ايش قد سعر هذه الوحده؟ 8000. 8000. اكو عمل باترينات. ايه توجه لي على الباترينات. زين. هذا عمل باترينات. هذا النزال 20. ايه. الارتفاع مترين ونص. العرض مالته متر. اكو بي لوجو انتبه عليه، هذا سحوله لوجو. ايه. اكو نزال 30. زين. اكو نزال 30. هذا سحوله بأباب واناره ولوجو. هذا حسب كل واحد يعني. هسه هاي القطعه اذا ما بيها شيء بدون بيبان سعر مالته 120، اذا يضيف لها بيبان يصير ب 130، اذا يضيف لوجو يصير 140 حسب الاضافات، اذا بيها اناره يصير 150 حسب الاضافات مال الزبائن اللي يضيف. اسم محله؟ محلات المهدي. هاي محلات المهدي. تليفونك؟ هاي رقم تليفون المحل أخشاب محلات المهدي. توصيل؟ واكو توصيل بغداد ومحافظات لو بس بغداد؟ كل شيء اكو، كلها موجودة بغداد ومحافظات توصيل.